السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كرة سبورت، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، وبعد مراسم كرة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، الأهلي يواجه ماميولدي سان داونز، ومواجهة تتكرر للمرة الثالثة على التوالي، دور الثمانية ودور ربع نهائي 2019 الأهلي يواجه ماميولدي سان داونز، ثم الآن وفي 2020 الأهلي يواجه ماميولدي سان داونز ويتأهل، والآن الأهلي في 2021 يواجه ماميولدي سان داونز، ثلاث مواجهات وراء بعض مع ماميولدي سان داونز. استطاع النادي الأهلي في التأهل مرة وسان داونز تأهل مرة. الناس اللي زعلانة وبتضايق ان انت هتلاعب ماميولدي سان داونز، واحد من اقوى الأندية في الفترة الحالية اللي بنتكلم فيها في بطولة دوري ابطال افريقيا مع النادي الأهلي، معلش البطل دايما لازم يواجه الكل، البطل ما يخافش في طريق حصوله على البطولة، ما يخافش هلاعب مين وهواجه مين، اذا كنت عايز تكسب بطولة لازم تكسب الكل. فانت النهاردة ماميولدي سان داونز، اذا كنت انت كنادي اهلي او جمهور للنادي الاهلي وبعض جماهير النادي الاهلي خايفة من سان داونز، ايرات سان داونز عامل حسابك 24 ايرات. افتكر الضحكة بتاعت حسن وحسين علي اللي هو كان موجود في نادي ماميولدي سان داونز، المنسق العام خالد علي المنسق العام لنادي ماميولدي سان داونز السنة اللي فاتت في قرعة دوري ابطال افريقيا، كان في ضحك من او نوع من انواع السخرية والتريقة ان انت تكرار مواجهة النادي الاهلي. لا، ماميولدي سان داونز هو اللي دلوقتي هو اللي له الحق يخاف، يخاف لانه عمل مجهود كبير جدا في دور ال 16 ودور المجموعات، واحد من افضل الاندية المشاركة بالارقام بتاعته في دور المجموعات. يخاف من بطل البطولة، البطل الحالي وصاحب اللقب الحالي هو النادي الاهلي. كل الاندية النهاردة سواء كان ترجي، وداد، سان داونز، كانوا بيتمنوا ان هم يبعدوا عن النادي الاهلي اقصى فترة ممكنة لحد ما يقابلك في النهاية، تبقى مباراة واحدة ويا بختك ويا بخيت وايه اللي يكسب يكسب. انما النهاردة النادي الاهلي القرعة بتحطه قدام ماميولدي سان داونز. باقي الفرق النهاردة، الوداد المغربي سيواجه مولدية الجزائر، شباب الوزداد امام الترجي التونسي، وكايزر تشيفز امام سيمبا التنزاني. مواجهات دور قبل النهائي، طبعا مباريات دور ربع النهائي الاهلي هيلعب اول ماتش في استاد القاهرة احد ايام 14 او 15 مايو، يعني خلاص كلها اسبوعين وكل عام وانتم بخير، ثم مباراة العودة بعدها باسبوع احد ايام 21 22 مايو في بريتوريا في سان داونز، ده الذهاب والاياب. باذن الله باذن الله واثقين في رجالتنا واثقين في لعيبة النادي الاهلي نحن نتأهل لدور ربع النهائي او قبل النهائي عفوا. الاهلي هيقابل الفايز من المولدية والوداد، الفايز من المولدية والوداد المغربي، الفايز منهم هيقابل الفايز من كايزر تشيفز وسيمبا، والاهلي هيقابل الفايز من الترجي وشباب بالوزداد. اذا الفايز من الاهلي وسان داونز هيلاعب الفائز من الترجي وشباب بالوزداد، ده في نصف النهائي. ومباراة الذهاب هتكون في ارض الفائز من الترجي وشباب بالوزداد، ومباراة الاياب ستكون في القاهرة باذن الرحمن. اما مباراة النهائي باذن الله يكون الاهلي طرفا من اطراف النهائي، باذن الله المباراة هتكون في ملعب واحد ومباراة واحدة، سيتم تحديد واختيار الملعب فيما بعد، والنهائي 17/7 باذن الرحمن. بما اننا بنتكلم عن دوري ابطال افريقيا نتكلم عن الكونفدرالية والقرعة النهاردة اللي بتاعت الكونفدرالية. الصفاقس التونسي هيواجه شبيبة القبائل، اورلاندو بايرتس هيواجه الرجاء المغربي، بيراميدز هيواجه انيمبا النيجيري، والقطن الكاميروني هيقابل جراف بطل السنغال. نادي بيراميدز في حال تأهله لقبل النهائي هيواجه الفايز من الرجاء واورلاندو بايرتس، يعني يميلة بختك يعيد، يميلة بختك يعيد. الرجاء اللي خدك رايح جاي 2-3-0 هيجي لك ويلعبك في قبل النهائي باذن الرحمن، ده اذا تاهل نادي بيراميدز للدور قبل النهائي من بطوله الكونفدراليه الافريقيه. النادي الاهلي من ساعه تقريبا او اقل من ساعه يصدر بيان رسمي وخطاب للاتحاد المصري لكرة القدم، واول رد فعل للنادي الاهلي على جدول الدوري المصري الممتاز حتى نهايته في 30 سبتمبر، واول رد فعل على جدول الانتقام
من مجاهد الكرة المصرية ضد النادي الأهلي. النادي الأهلي يطالب في خطاب رسمي تأجيل ولعب مباراتي دجلة وسيراميكا كليوباترا خلال أولمبياد أو فترة الأولمبياد، والأهلي موافق أنه يلعبها بدون اللاعبين الأولمبيين. النادي الأهلي البيان بتاعه أرسلت إدارة النادي خطابا لاتحاد الكرة المصري لتطلب منه ترحيل مباراتي الأهلي مع كل من وادي دجلة في الأسبوع 22 وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع 23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو، على أن يؤدي الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبي أعضاء المنتخب الأولمبي. جاء ذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة، والذي زادت من الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها الأهلي مباراة كل 72 ساعة، رغم أن الأهلي الممثل الوحيد للكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا. وأكدت إدارة النادي على ثقتها في استجابة اتحاد الكرة لطلب النادي العادل، خاصة أن فريق الأهلي تحمل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. إذن النادي الأهلي بيطلب تأجيل مباراة وادي دجلة اللي كانت محطوطة بين ماتش الذهاب وماتش الإياب بتاع سان داونز، حاطين لك وادي دجلة في النص، وماتش سيراميكا كليوباترا اللي المفروض هيتلعب قبل ماتش السوبر الأفريقي ب 72 ساعة. برضو الأهلي بيطالب بتأجيله. الكلام في اتحاد الكرة والأخ أحمد مجاهد إن في اشتراطات للموافقة على تأجيل مباريات الأندية. قال لك الشرط إيه بقى؟ شرط أحمد مجاهد قال لك إن النادي أولاً النادي اللي هيقدم الطلب يكون موافق إنه يلعب بدون لاعبين دوليين. الأهلي موافق. الشرط الثاني إن النادي اللي أنت هتلعبه اللي هو وادي دجلة وسيراميكا يوافقوا إن هم يأجلوا ماتشاتهم ويلعبوها في فترة التوقف. اعتقد علاقات الاهلي بالانديه سهل ان انت تخليهم يوافقوا. الشرط الثالث قال لك ان النادي المنافس يوافق هو كمان. لا ده انت كده بتحط لي العقد، انت كده بتعقد لي الدنيا. انا مال النادي المنافس بمبابي؟ انا دلوقتي انت قلت لي هتلعب ده يعني ده يعني يا فرحه النادي المنافس ان انا هلعب ماتشين من غير اللعيبه الدوليه بتاعتي. تيجي انت النهارده تقول لي لا ده انا هستنى اشوف النادي المنافس يوافق ولا ما يوافقش. هل ده كلام؟ انتوا عايزين توصلوا لايه بالظبط؟ الناس اللي داخل اللجنه الاحاديه عايزين توصلوا لايه؟ عايزين تبوظوا الدنيا ولا عايزين تعملوا ايه؟ عايزين نفهم. يعني انت اشترطت، وللاسف للاسف بقول للاسف النادي الاهلي مشي وراك وسمع كلامك وما اعترضش ولا عمل اي حاجه، وخلينا ماشيين ورا الماشيه، خلينا ماشيين. تيجي انت النهارده تقول لي لازم النادي المنافس يوافق؟ النادي المنافس مين اللي يوافق؟ وانا مالي بالنادي المنافس؟ وانا بتعامل معاك كاتحاد كورة ولا بتعامل مع النادي المنافس؟ هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. تعال نروح بقى لكريم حسن شحاتة. كريم حسن شحاتة في اول تعليق ليه على موضوع الجدول، وبحترم جدا جدا كريم حسن شحاتة لانه بيقول كلمة الحق على الرغم انه زملكاوي، ولكن في زملكاوية كتير محترمين. وبالمناسبة كان في اشاعة سخيفة امبارح طلعت بتقول وفاة المعلم حسن شحاتة. يعني يا جماعة بعد اذنكم يعني اتأكدوا من الاخبار اللي زي دي بالذات، وبعد كده بانشروا زي ما انتم عايزين. انما مرة واحدة السوشيال ميديا اتردمت بخبر وفاة حسن شحاتة، ولكن الحمد لله طلع كريم نفى كل الكلام ده كله، والمعلم بصحة جيدة وزي الفل وربنا يديه طولة العمر يا رب. كريم حسن شحاتة قال ايه بقى؟ قال لك اكيد الاهلي مش هيضحي بالدوري عشان ده اللي مجاهد بيخطط له. مفيش قدامك غير انك تصعد ناشئين وتعمل تدوير في كل المراكز ونركز اكتر في بطولة افريقيا والسوبر الافريقي. موسم ملحمي وصعب، بس ان شاء الله الاهلي يطلع منه باقل الخسائر. ده كلام واحد محترم جدا 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 بحترمه على الجانب الشخصي وهو كريم شحاتة. طيب الاهلي بالمناسبة بمناسبة الجدول، الاهلي هيلعب البنك الاهلي في اسكندرية، بعدين هيلعب الاسوان في اسوان، الزمالك لعب الاثنين او هيلعب الاثنين في القاهره. الزمالك لعب اسوان في القاهره وهيلعب البنك الاهلي في القاهره. وتيجي تتكلم مع واحد معتوه يقول لك اصل الاهلي بيتم مجاملته. يا ابني يا ابني يعني افهم افهم يا حبيبي. الاهلي لعب البنك الاهلي والاثنين من القاهره، راحوا لعبوا في اسكندريه في سيول وامطار غزيره في ملعب الماكس. الاهلي بيلعب اسوان هيروح يلعبوا في اسوان في عز النار. نادي الزمالك مع ان الاستاد بتاع اسوان كان جاهز للعب واستقبال مباراة الزمالك واسوان، تم نقل المباراة واتلعبت في القاهرة واعتبروها ماتش اسوان. الزمالك لاعب البنك الاهلي في القاهرة ومرحوش لعبه في اسكندرية زي ما كان
اتعمل في النادي الاهلي. طيب تعال نروح لخالد الغندور. خالد الغندور بيقول لك ايه بقى؟ خالد الغندور يعني انت بص لما تكون حالتك النفسيه صعبه عليك شويه اسمع خالد الغندور هتفك كتير. قال لي خالد الغندور قال لك فقدنا نقطتين ولكن لا تفقدوا الامل. اذا كنا خسرنا نقطتين مش مشكله، ايه يعني هنفقد في نقط تانية والاهلي هيفقد نقط تانية، لكن لا تفقدوا الامل، الدوري ما زال في الملعب. قلت قبل كده الاهلي هيخسر نقاط وايضا الزمالك سيخسر نقاط. قال لك لو كسبنا، دي بقى اللي تموت من الضحك، قال ايه؟ لو كسبنا بيراميدز يبقى عوضنا تعادل النهارده ونعتبر نفسنا فزنا على المقاولين وتعادلنا مع بيراميدز. يا ابني يعني انا يعني شر البليه ما يضحك. انت في الاول وفي الاخر اسمك خسرت نقطتين، الكلام ده تقوله لو انت بيراميدز اللي بينافسك على الدوري، انما الاهلي هو اللي بينافسك. يكش تكسب بيراميدز 100-0، المهم عندي انك خسرت نقطتين في ماتش المقاولين العرب واتخصم منك نقطتين. تكسب بيراميدز بقى، تتعادل، تخسر، ما تفرقش كتير، بس كون ان انت تضحك على الناس وتقول لها احنا لو كسبنا بيراميدز يبقى عوضنا الخساره بتاعه المقاولين والنقطتين بتوع المقاولين، انت بتضحك على الناس، انت بتوهم الناس. الموضوع ده يتقال لو بيراميدز هو المنافس بتاعك، انما ده المنافس بتاعك هو النادي الاهلي، فالمستفيد الاول من خسارتك قدام المقاولين نقطتين هو النادي الاهلي، المستفيد من خسارتك لاي نقاط في اي مباراه قادمه هو النادي الاهلي مش نادي بيراميدز، الا اذا كنت انت فعلا شايف ان بيراميدز منافسك الحقيقي بس على المركز الثاني مش على المركز الاول. واعتقد ان خالد الغندور كان يقصد ده، قال ان الدوري لسه في الملعب. بالنسبه للاتحاد الافريقي في قرار عاجل، كل مباريات دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا وكل المباريات القادمه ستكون بدون حضور جماهيري، وده في ظل انتشار معدل الاصابات بفيروس كورونا. النادي الاهلي ونادي الزمالك طارق يحيى كان لي تصريح بالامس قال لك الزمالك يستحق الفوز لان الاهداف بتاعتنا احلى من بتاعه المقاولين، وكمان اللعيبه بتاعتنا كانت مجهده بسبب افريقيا. معرفش مجهده من ناحيه ايه بالظبط. تعال نروح لخبر فضيحه. امام عاشور لاعب نادي الزمالك اللي جماهير ومسؤولي واعلام الزمالك بيدافعوا عنه في تجاوزاته وفي الالفاظ الخارجه اللي قالها ضد النادي الاهلي، امبارح الحمد لله بيتاكد للجميع اخلاقيات وسلوكيات امام عاشور. امبارح كان في مباراه وديه بين الزمالك فريق الامل مطعم بلعيبه من الفريق الاول ونادي زد، جت ضربة جزاء للزمالك، امام عاشور انا اللي هشوط، الجزيري قال لك لا انا اللي هشوط، والثنائي تبادل السباب بالالفاظ الخارجه داخل ارضيه الملعب، وتم ايقاف المباراه لعدد من الدقائق لحد ما اتدخل محمد عواد اللي كان بيشارك وسدد ركله الجزاء، ولكنه في النهايه اهدرها عشان تنتهي المباراه بفوز فريق زد بهدف نظيف. عرفتوا يا جماهير الزمالك اخرت الطبطبه والدفاع في الباطل؟ انتوا بتدافعوا عن الباطل، يا ريتكم بتدافعوا عن الحق. دفاعك عن الباطل ما هو الا تشجيع لزياده هذا الباطل وحجم هذا الباطل. انتوا بتنموا لاعب غير اخلاقي، بتدافع عن لاعب غير اخلاقي باخلاقياته وسلوكياته المتدنيه. هو لو كان لقى وقفه صح ويقولوا اللي انت عملته ده عيب قدام النادي الاهلي وضد اداره النادي الاهلي كان عرف ان الكلام ده عيب وكان احترم نفسه، انما لقاك بتطبل له وتشير له فيديوهات والواد الحراق اهو اللي مولع في الاهلاويه اهو وقليل الادب اهو، له حق يعمل اكتر من كده. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم، سلام عليكم.